صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين وعطرتك المنتجبين يا باب الرحمة ونجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم يا باب الرحمة ونجاة الأمة. يا سيد الشهداء إمارة المصطفى زيد الأحرار، يا مظلوم كربلاء، ما لنا بعد جحد يوم الغدير واغتصاب وصيهم سروري، يا لها فتنة تفرغ منها كل شر على مرور الدهور، فتنة ضل في ظلام جاها جملة الخلق أيع نزر يسير، كفروا بالإله بعد العهد عليهم، أم جاء غير نذير سوى غزل المرتضى وساموه ضيما، إذا أبى إمرة المضل الكفور ليس هارون كالوصيف إلى أن بعد موسى إذ لم يجد من نصير يكون قد خالفوه، قدروه لبيعة وحضور، بل أرادوا أن يحرقوا البيت حتى لا يكون ذاكر لخير بشير، فأبى الله ذلكم حيث فيه من هم علة البقاء والصدور، وهو بيت عند المهيمن طه، شأنه شأن بيته المعمور، لم يكن جبريل يدخل إلا بعد إذن من أهله في الحضور، دخل الدار أضرم النار قادوا حيدرا بالنجاة قود البعير، بل أرادوا قتل الوصي فأضحى قلبها فاطمة مثل طائر مدعو، مثل طائر مدعو وعراها الذهول، عما وراها من سقوط وضلعها المكسور، فدعت فيهم ارجعوني ابن عمي، شلت جموعها عسوا عصرها ردت من خلف التلوح،
تلو جنينها في أحشائها وأنبت المسمار في ثديها خرة خر المحسن صاحت يفضها بالعجل دركيني ترى مقدر النهضة كسرت ترى ضلوعي وجسمي المرض ما ضل لي من ضربة المسمار المصطفى حيدر مشوشي وقضى على جمر الرضا لاجل اجتطوع احتضنتها اسرعت اليها في احتضنتها لتسرع بها الى الدار لكن سقط المحسن من احشائها ضليتك نظرت حال حلال المشاكل ليت الحروب برقب تحطى وحمايل يمشي بطاعتهم ودمع العين ما حد تجيد القلب فارك سلوه ما عدا صبر بعد على حيدر العرب الوصي قومت وعيدي نسيت العصر بالباب سكت جنيني قوموا نروح القبر جدكم يا بنيني وردنا خبر الدهر بينا ايش سوى سيعلم الذين ظلموا عيهم حرب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما لا غصة وعذابا أليما آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قوله سبحانه وتعالى في الآيات الشريفة المباركة اصبر يا محمد وتحمل على تبليغ الرسالة كان صلى الله عليه وآله وسلم يتمتع بحلم عظيم وصبر عظيم ولولا ذلك ما استطاع صلى الله عليه وآله أن يتحمل أولئك القساة الكفاة اللي نشأوا على الظلم والقسوة والجفوة وعلى الأخلاق الذميمة والقلوب القاسية كما قال الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام جمع له الصبر جمع له الحلم في الصبر أي كلمة جمع له الحلم في الصبر فكان لا يغضبه شيء صلى الله عليه وآله ولا يستفزه شيء عليه أفضل الصلاة والسلام يتمتع بذلك الحلم العظيم والنفس الصبورة التي تتحمل ما تتحمل الأذى في جنب الله سبحانه وتعالى وكلامه ومنطقه العظيم
له الأثر البليغ في النفوس. ولهذا كانت مشركون يحذرون مشركو مكة يحذرون القبائل التي كانت تكون إلى مكة أن لا يسمعوا كلامه صلى الله عليه وسلم. يحذرونهم يقولون إنهم ترى هذا ساحر، هذا مجرد أن تسمع كلامه يأثر في قلبك، يعني تتكهرب، يعني الأمر مشكل. مش نسوي عجل إذا كان كما تزعمون يجلس عند إسماعيل ربما يكلمنا؟ قالوا ضعوا في أذنكم القطن حتى لا تسمعون كلامه. حذروا من الحاد. لاحظوا تمام منطقه صلى الله عليه وآله، منطق الحق، والذي يأخذ مجراه في النفوس الحية والضمائر الحية، كما قال مولانا الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في صفاته الخلقية والأخلاقية، كان يتكلم بجوامع الكلم. شنو جوامع الكلم؟ جوامع الكلم يعني قمة البلاغة، البلاغة على وهي الإيجاز في القول والمعنى الشامل. كلمات قليلة لكن تحمل معنى شامل. يتكلم بجوامع الكلم، لا فضول زيادة وثرثرة ولا تقصير. يأمرون عن جوامع الكلم، ومع ذلك جماله صلى الله عليه وآله، وقال عليه أفضل الصلاة والسلام، كان يتمتع بوجه ظاهر يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم أطول من المربوع، مربوع عن الرجل العادي، وأقصر من الطويل النحيف في غاية الاعتدال، كث اللحية أبيضا مشربا حمرا، أدعج العينين، رقيق المسربة، بعيد ما بين المنكبين، كان عنقه صلى الله عليه وآله تبريق فضة من الحسن والجمال والكمال عليه أفضل الصلاة والسلام. وكان خافض الصوت، يعني لا بد أن نعرف صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السماء، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. وكان عليه أفضل الصلاة والسلام لا يتكلم إلا فيما يعنيه، وقوله الحق وقوله الحق وكلامه الفصل صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا غضب أعرض بوجهه، أعرض وأشاح بوجهه صلى الله عليه وآله، وإذا فرح تبسم، كل ضحكه تبسم فقط، لم تكن له قهقه ولا ما أشبه ذلك. لاحظ محمد، وكان صلى الله عليه وآله دائما البشر، لين الجامع، سيد الأخلاق، لا صخابا ولا فحاشا ولا عيابا ولا مزاحا. وكان صلى الله عليه وآله لا يطوي بشره وخلقه عن أحد، فقير مسكين المملوك، رأى كذا لا يطوي بشره وخلقه عن أحد. وكان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا انتهى إلى قوم جلس
حيث لن تهيب للمجلس. إذا انتهى إلى حمير يعني جماعة جناحين في مكان ما جلس حيث ينتهي به المجلس في أي موضع فارغ كان ها مو إلا يتصدر المجلس مو لابد أن يجلس في المكان اللائق مو لا أبدا مع عظمته صلى الله عليه وآله مقام عظيم ودرجة عالية ونفسه الشريفة صلى الله عليه وآله يجلس في أي موضع ويأمر أصحابه بذلك أن يتأسوا به ويأخذوا من أخلاقه وتواضعه صلى الله عليه وآله وكان يعطي كل جلسائه نصيبهم كل جلسائه يعطيهم حقهم ونصيبهم حتى لا يظن أحد يحسب أحد أن أحدا أكرم عليه من أحد ذاك فضل عليه وذاك كلم أكثر مني وذاك أقبل عليه أكثر مما أقبل ها علي وهكذا والناس عنده في الحق سواء صلى الله عليه وآله وسلم وكان يسبق من لقيه بالسلام ويبدر أصحابه بالمصافحة صلى الله عليه وآله ومن صافحه تبقى في يده رائحة عطرية طوال يومه أي أحد شخص صافح النبي صلى الله عليه وآله لأن رائحته أعظم من المسك والعمر تبقى في يد مو كلام يعني الإمام الرضا سلام الله وصف الإمام الرضا تبقى في يد من صافحه رائحة عطرية طوال يومه وكان يقبل معذرة المعتذر ومن اعتذر صلى الله عليه وآله في قمة الأخلاق وكان روحي له الفداء حتى يتبين لكم تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم يجلس على الأرض حتى لما أرادوا يبنون البنية حتى أبى صلى الله عليه وآله كأحد يجلس على الأرض يأكل على الأرض يجالس الفقراء آكل المساكين صلى الله عليه وآله له دور اجتماعي تربوي في بناء الأمة وتعليمها وتثقيفها لأنه هو القدوة صلى الله عليه وآله والأسوة أمير المؤمنين يقول فتأسى بنبيك الأطيب الأطهر إن فيه أسوة تأسى كان يقول المرضى صلى الله عليه وآله حتى لو في أقصى المدينة كان يقول المرضى يحضر شيء الجنائز صلى الله عليه وآله كان يحلب الشاش بنفسه يطحن بنفسه صلى الله عليه وآله يعين أهله يقوم يفتح الباب صلى الله عليه وآله إلى آخر ما جاء من صفاته التواضعية عليه أفضل الصلاة والسلام كما قال جل وعلا وإنك لعلى خلق وترك نفسه من ثلاث وترك الناس من ثلاث شنو معنى ترك نفسه من ثلاث المراء المراء يعني الكتاب هذا مثلما يتعايد إنسان مع الآخر مع النور مع الحق وقوله الحق وقوله الفصل ترك نفسه من ثلاث المراء والإكثار وما لا يعنى وترك الناس من خزاد أنا لا يذم أحدا لا ينتقص أحدا ولا يعذر ولا يتتبع أثرات وعوراته وأكرم من ذلك صلى الله عليه وآله ونفسه الشريف أعلى وكما قال الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام وكان سقوطه على أربع وكان سقوطه على الحلم والحذر والتقدير والتفكر وأيضا اللهم فدا وكما قال جل وعلا سبحانه وتعالى في وصفه له قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كان مجلسه مجلس حلم وأمانة وصدق
لا ترفع فيه الأصوات ولا تذكر فيه الحرمات، ولو الجلال والقداسة في مجلس صلى الله عليه وآله. وإذا تكلم صلى الله عليه وآله سكت أصحابه ومن حضر كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا ولا يتنازعون الحديث عنده إكراما وإجلالا لقدسيته صلى الله عليه وآله. وإذا سكت تكلم ولا يرفعون أصواتهم فوق صوته صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لما بدت المؤامرات وبدا التخطيط للانقلاب هتكوا حرمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدا الذي كان مجلس أمانة والصدق وحلم وحياة لا ترفع فيه الأصوات، ثم بدا التنفيذ للمخطط الإجرامي، هنا هتكوا حرمة الرسول وقدسيته في حياته في تلك الساعة، حيث اشترأ ذلك الرجل. وكانت 4000 تساند الرجل، هذا ما أقدم هو وحده، انقلاب كبير خطير اللي كانوا تلك الليلة مساندين لأن يتهجم هذا على النبي. بسأل بدي شوية، 4000 اللي كانوا في المسجد وخارج المسجد هيئين دولة للانقلاب، طلقاء المؤلفة كلهم أكثر منافقي المدينة اللي كانوا يتمنون البغض والعداء والحسد لأمير المؤمنين، كلهم دولة اللي كان يصول بهم بلاد مخطط كبير. أحمد كيف عمل؟ اشترى الرجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول دعوه اجلس إنه يهجر، حسبنا كتاب الله. ما من الكتاب، وهم يدرون شيء يريد يكتب النبي، يريد يحرر نص الغدير، بيعة أمير المؤمنين، خلافة أمير المؤمنين، حتى لا أحد يقول أنا ما سمعت النبي، أنا ما حضرت الغدير، أنا تفضل هذا النص المحرر. فأصروا إصرار أن لا يكتب ذلك الكتاب، وتهجم وهتكوا قدسيته وحرمته صلى الله عليه وآله. ولهذا قال بعد الذي قلت، لأن اختلف الناس، بعضهم يقول هاتوا ما أمر الرسول صلى الله عليه وآله، وذاك يقول لا القول ما قاله، ويا جماعة القول ما قال فلان، نازعوا ولا ينبغي أن يتنازعون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرفعون أصواتهم ويغضوا أصواتهم لقدسيته صلى الله عليه وآله، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بعد المشاجرة وبعد أن بكت الناس ومن حضر قالوا يا رسول الله ألا نأتيك بما طلبت؟ قال بعد الذي قلتم فلا، لأن حتى لو كتب الكتاب صار التشكيك وصار الاختيار، وكتبه وهو في غير شعوره وعقله، طعن وصلت وصرخ رجل حسن لن تضلوا النبي أكيد، لن تضلوا بعده، هذا حرم الأمة، هذا سوى بالأمة الإسلامية، هذا سوى بالخلق. بالله يعلم، ولكنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب. هذا الذي هو خسرهم الأرض النار ويوردهم نار الجحيم. وذاك اليوم يوم القيامة يقولون ربنا إما أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا.
ما انت تعمل وشوف عايزمونها رزية الخميس عالي إذا ينكر هرم العباس حتى تخضل حاضر هو القضية عباس حتى تخضل لحيته بالدموع وقال حاله بيننا وبين أن يكتب رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الكتاب الذي فيه هداية الأمة قوموا عني طردهم النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما يطرد مؤمن قوموا عني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه أوصيكم بأهل بيتي أي نبي كنت لكم ألم أجاهد بين أرضكم ألم تكسر رباعيتي وأضلاعي ألم تسل الدماء على حق وجهي ألم أكابد الشدة مع جخال قومي ذول الأعراب اللي هم لا عندنا أخلاق هم ترابين ناشئين على الخشونة والجفوة والغلظة والقسوة ومن قبل سفك الدماء وإزهاق والإزهاق الأرواح هاي اللي جاهدهم يزعم بعد دخولهم في الإسلام وبعد ردوخهم لأن يسلموا عاول وبعد ذلك يجي أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وآله من خلفه ذو الأعراب الجفاف يسحب رداء النبي بقوة وقسوة حتى الرداء أثر في رقبة النبي تأثير يا محمد اعطني حقي ويجوا ينادون من وراء الحجرات ألم أكابد الشدة مع الجفار قومي ألم أربط حجر المجاعة على بطني هكذا حتى بنى هذه الأمة صلى الله عليه وآله وكما قاتل بضعة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام ها صالعا بالنظارة ما إلى عن مدرجة المشركين ضاربا فبجهم آخذا بأقدامهم داعيا إلى سبيل ربه بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة لأن قالت عليها أفضل الصلاة والسلام فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهرت فيكم حسيكة النفاق كلامهم مطابق للقرآن العظيم وكلامهم مقتبس من القرآن عليهم أفضل الصلاة والسلام وكلامهم يأتي بعد كلام الله سبحانه وتعالى قرآن شيرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر وقوله سبحانه وتعالى لتركهن طبقا عن طبق أي لتسلكن من سلك من كان قبلكم من الأمم من الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء وقد أطلع الله تبارك وتعالى نبيه الكريم على بوارهم وعاقبتهم الوخيمة فخاطب نبيه الكريم صلى الله عليه وآله لا تذهب نفسك عليهم حسرات ولهم اللي يقلب الأمور فعل فاعي وخطط لهذا المخطط الكبير الإجرامي وعلى أن يبعدوا أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله ولا يكون لهم أي أثر ولا أي شيء وأجمع على ذلك وأنت يكفيك أنت يكفيك أنهم أرادوا أن يحرقوا البيت بمن فيه هذا شنو يعني معنى لا يقومون لآل محمد أي أثقل بيت حقائق ويأبى الله لا يتم نوره ووضح صلى الله عليه وآله قال لهم لا ألفينكم بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فتلقوني في كتيبة كمدرسة الجرار وأن علي بن أبي طالب أخي ووصي وخليفتي يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله ونظر إلى علي سلام الله عليه
وامره ان ياخذه الى البقيع. قال اني امرت بالاستغفار لاهل البقيع لقبور الشهداء. منين البقيع؟ مش قال النبي صلى الله عليه واله وسلم السلام عليكم يا اهل القبور ليهنأكم ما اصبحتم فيه مما فيه الناس اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع اخرها. فقال يا علي يا علي ان جبريل كان يعرض علي القران في كل عام مره. في كل عام جبريل يعرض علي القران مره، وهذا العام عرضه علي مرتين ولا اراه الا لحضور اجله الامير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام. فلما نعى نفسه رجف فؤادي. وكيف لا وامير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام وقد اطلعه النبي الاكرم على ما سيحدث وما سيجري عليه ما سيكون من الامر وما حينما قال له يا ابن العام يا علي ان الامه ستغدر بك وينقضون العهد والميثاق وهي البيع يوم الغدير كلها وكان لم يبايعوا وينقضون العهد والميثاق وانت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي فالذي تامرني يا رسول شو اسوي اذا الامه بتغدر بي وينقضون العهد والميثاق؟ قال يا علي وجدت اعوانا بادر اليهم وجاهدهم وان لم تجد فاحقن دمك والزم بيتك حتى تلحق بي مظلوما. وهذا الذي حصل. ما وجد الامام عليه افضل الصلاه والسلام وطفقت عرتي كلام الامام المعصوم وطفقت عرتي بين ان اصول بيدي يد لا يعني مقطوعه لا المقطوعه يعني كناية ما عندي ابصار ما عندي احال ما كان مجال اربعه فقط او اصبر على بقيه عمياء يعني فيها الكبير وفيها الصغير ويفتح فيها مؤمن الى اخر كلامي عليه افضل الصلاه والسلام. ثم اسر اليه الاخبار المؤلمه والامتحان الصعب الكبير حينما اخبره بان القوم سيهجمون عليه دارا. اتصبر يا علي؟ قال اصبر يا علي سيوضع الحبل في عنقك وتخرج من بيتك قهرا مكشوف الراس. قال اصبر يا رسول الله. لكن لما وصل إلى ذكر ترويع الزهراء وضربها بالصياط يقول قام الإمام على رجليه وهكذا. لما أخبر بأن الزهراء هاي وديعة يا علي ستلطم على عينها يا علي يسود أمتها بضرب الصياط يا علي. هاي الوصيه خلت الامام يقول قام على قدميه. قال اصبر يا رسول الله لكن الامر عظيم من يقدر يشوف اجانب ضربهم زوجته. من يقدر الله يبو الحسن يا ركن الصوت من يقدر يشوف ذلك العرب يضربها بالصياط على متونها. يا علي يا علي إذا رأيت روحي فارقت بدني
فامسح بها وجهك أو مر بها على وجهك يا علي. إذا قضيت نحب شلون صيغ فطرت قلب الإمام يا علي. أنا خيرك بين خزائن الدنيا والخلود فيها وبين لقاء ربي والجنة فاخترت لقاء ربي والجنة يا علي. إذا قضيت نحبي فغسلني وكفني في طمري هاتين أو في بياض مصر ولا تغالي في كفني. فإذا وضعتموني على شفير قبر فأول من يصلي علي الجبار جل جلاله ثم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ثم العاقفون بالعرش ثم ملائكة السماء إن فسماء ثم جل أهل بيتي وما زال حتى انكبت عليه ابنة الصحراء صارخة قائلة وكربا عليك يا أبتا وحزنا تفت إلى بطن البواك انشعب قلبي يا حسين لازم يا بنت اليوم عزك يا بنت اليوم هي المصيبة العظمى وتعرف هاي الدمعة تمسح بحول الخطايا كما قال واحنا نعزي اليوم أميروني الزهراء إمام العاصرة ماكو مصيبة أعظم من مصيبة النبي وفاجعة هذه اللي سودت السماء مالت المدينة أوالي عيبك للبواك شعب قلبي يا حزينة لازم يا بنت اليوم عزك تفقدي لو بالمصايب عقب عني يومك يكسرون العذاب الباب المسلسل القادم يا زهراء فرت على ابوها يعني تقدر تتحمل هالمصايب فرت على ابوها صعب دمع سجى ان كان ضلعك سرى نفسايل وصل وصل كرام والحسين دعوهم أقبلا وهما يبكيان والحسن أشدهما بكاء لقد بكى حتى تقرحت أجفان عينيه أقبلا إن كبى على جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله ضمهما إلى صدره جعل يقبلهما ويشمهما ثم أغمي عليه صلى الله عليه وآله أراد أمير المؤمنين يرفعهم عن صدره ظن أنهم قد أكرم أضمه فتح النبي صلى الله عليه وآله عينيه قال يا ولي دعهما يشماني وأشرك ويتزودان وأتزود منهما إنه فراق لا تلاق إلا يوم القيامة يا علي أما أنهما سيهضمان بعدي أما أنهما سيقتلان بعدي فانكبت فاطمة ويتنادى وتقول أبي أبي استسقى الغمام بوجهه الباب
خرج أمير المؤمنين قال الرجل أريد الدخول على رسول الله صلى الله عليه وآله قال لست تصل إلي قال يا أخي لا بد من الدخول أخيرا دخله أمير المؤمنين جلس عند رأس رسول الله صلى الله عليه وآله قال السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا محمد أرسل الله تعالى إليك قال أي رسولنا قال يا رسول الله أنا ملك الموت وما استأذنت على أحد قبلك ولا بعدك قال يا ملك الموت انتظر حتى يأتيني حبيبي جبرائيل فاستشيره فهبط الأمين جبرائيل وهو يقول يا محمد وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى أيتكم صرخة من قلبك بحرق على النبي في هذا اليوم حتى يسمع الإمام الحجة صرختك وجحموا إليها ومع أزواج النبي ومع المؤمنين في صراخهم والحسن والحسين عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء في نبيكم العظيم جبريل عن يمينه ميكائيل عن شماله قلبي موحش الدنيا عليا
ودي حبيبي في هذا اليوم العظيم والدمعة مدحورة إليك وعزاك فحذاك اليوم العظيم. يقول الملك سهم النبي وسهم الوصي من حفظ الأصحاب. وين انصاد الأحقاد اللي كانوا يحملونها ولا علي ولا النبي؟ وين تفرغت؟ وين انصبت؟ ومن تحملها؟ ها؟ أوالي سهم النبي وسهم الواصل من حقد الأصحاب كل ناصف اللي حصره بصهر الباب. مسمار هتلب الصدر للحاشر وقع كسر الضلع للحاشر يزداد اشتعاله ولا يا لقمة العين اش صار منها هاي اللقمة اللي كانت تخفيها على الإمام الشيخ ما يتحمل الإمام الشيخ كانت تخفيها لقمة شاكاي اللقمة ليلة التفصيل ها؟ قلت لك هلميتين وردك للنوحية ها؟ هلميتان وردك للنوحية ويلي قال هو دموع تحضرت بالخسر يا محسن وحسين تدرين انا اللي موصوف فارس بدر وحنين اسلب نفوس الشوس بس بلحظة العين قال يناشدها وتجريف وكتب دمعتها وش هالعصابة يا بنت المصطفى وريحان قالت الطابي لكم عيد وعمان ابنك ويلاه يا حزن الواصي ساعات التبسي ولا يا حزن الواصل ساعات الترسي حبت عليه هموم ما يمكن التفصيل ما يلغسل ودموع عينه بس ويشيل طاق الجنازة وشافها غير أحواله الله يارك الصبر هدت كل مصيبة يا اللي بلوعة والدامع كفن هيمالة سمعوا الإمام يبكي داخل الدار سمعوا ينشيش ها ويعرفون ركن الصبر نادى سلمان وقيل عمار سيدي تأمروننا بالصبر وتجدعون رد عليه الإمام داخل الحجرة يا سلمان لا تلمني وقفت يدي على ضلع المكسوس يقول انصرخ سلمان وضع يده على قلبه وش قال لما خبره الامام قال له وما وقعت يدي على ضلعي المكسوك السلامات راحه وضع سلمان يدونه وصاح وسيدته لك لومني تدري الزمان اش صب عليا لك لومني تدري
الأسد في الغاب ما يحمي أشباله، شفت الأسد في الغاب وش تقول؟ يا تربتي ضميتي جسم النبي عضنا حبيبها، بس عينيك ما ينقل تربك ضريح انثى اللهم صل على من ظلمنا، اللهم اجعل بأس الظالمين بينهم، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنهم. احفظ جماعتي الحاضرين والمؤسسين هذا الاستماع والاجتماع، شافي مرضانا يا الله وارحم موتانا مرضى الحاضرين. اللهم من ارادنا بسوء فارده ومن كادنا فكده، اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج يا الله، وانصره نصرا عزيزا، افتح له فتحا يسيرا، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، وتقبل منا يا ذا الجلال والاكرام، انك انت السميع العليم، بحق محمد واله وبحق حرمه الفاتحه المباركه، مع الصلوات على محمد وال محمد.